السلام عليكم خوتي خواتاتي، كما عودناكم اساس ثقة دائما بجديد. اليوم جبنا لكم لا شوب داما اللي خرجت فينيسو الله يبارك، ان شاء الله تضربوا عليها لمحة ونشرحها لكم. وعطونا رايكم خاوتنا. خوتي خواتاتي، بعد ما ضربتوا عليها المحا هذه لا شوم ضمه اللي خرجت قوه الله يبارك فينيسو عند ازال ثقه، ثم تعرفوها وان شاء الله نشرحها لكم وتنال الاعجاب. خوتنا نبداوكم بلاكادو تاعها، لاكادو تاعها اللي خرجت الله يبارك فينيسو توجور عند ازال ثقه لا فينيسو. لا ما كانش لا فينيسو ما درنا والو. خوتنا نبداوكم بسم الله، نبداوكم بلاكادو، بلاكادو تاعها اللي درنا فيها 2.40 الطول تاعها، درنا 2.20 درنا فيها 6 بيبان مزلقة توجور راية تركية، حتى من نوع الرافع الله يبارك فينيسو خوتي. واش تشوف من برا تشوف من الداخل. نبداكم بالباب الأولى، نبداكم على اليمين بسم الله. الباب الأولى اللي درنا فيها 4 ليزيطاجير الداخل فينيسو، واش تشوف من برا تشوفها من الداخل خويا هشام. هاليكم خاوتنا شوفوا لا فينيسيون الباك تاعها اللي خدمنا هنا بالميتيبلي، حاجه دير الباك تاع لو تاعها كذا ومثليه لي سيباراسيون كذا ومثليه اللي خرجت الله يبارك. نبداوكم من هنايا، هنايا كوتي دروا اللي درنا فيه 4 ليزيطاجير كي نقولوا 4 ليزيطاجير عند اساس ثقه دائما تلفت خيرك يلاه تولي 5 طبقات 1 2 3 4 5 الله يبارك. خوتنا نروحوا لاكادو تاعها، لاكادو تاعها هاديكم خوتنا. درنا هنا فيها طاجيره، هنا درنا فيها 2 سيباراسيون بلوس 2 كوتي تولي 4. هنا دا الطاجيره هنا تجي تانك ديالك الكوتي الداخل درناها 60 على جالي كوستيم لي طايور باش ما يتكرفسوش. نروحو هنايا ثاني كذا مثلا زدنا لها طاجيرة بلوس تيروار، حاجة بيان بروب بيان فيني، خدمة متقولة الله يبارك. الزيت تاعها اللي درناه بالبيزو، حاجة بلا حاجة دير حاجة شابة الله يبارك. نزيدو نروحو الباب تروازيام، الباب تروازيام كذا ومثليه فيها 4 ليزيطاجير خوتنا. ليزيطاجير قابل كرومي كيما كنتو تشوفوها هكذايا، حاجة بروب حاجة فينيا عند اساس ثقة تلقى لا فينيسيون توجور. درنا فيها 4 ليزيطاجير كي نقولو 4 ليزيطاجير نقولو 5 طبقات 1 2 3 4 5 تلفت خيرك يلاه خوتنا. خوتي خواتاتي ان شاء الله هذي لاكادو تكون نالت الاعجاب لا فينيسيون عند اساس ثقة، نتوما تعرفوها لان ما كانش لا فينيسيون ما درنا والو خاوتنا. خاوتنا كيما عودتكم اساس ثقه لاكادو تاعها كيما كنتو فيها في هذا الديزاين خاوتي، وسميناها داما وحاجه من نوع الرافع. نشوفوها دوكا دو فيزاج خاوتنا، هانيكم خاوتنا كيما قال الاخ اسلام درنا بارتي داما، وهانيكم خاوتنا وسميناها داما اللي خرجت قوه الله يبارك، خرجت سامبلي بون حاجه من نوع الرافع. خاوتنا ان شاء الله هذه لا شوب تكون عجبت المشاهدين تاعنا كيما عودناكم دائما بجديد. خاونا نروحو للي تاعها، للي تاعها ثاني اللي خرج سامبلي بون بي تبديل ديالو. هنا لو كرون دوسي خدمناه بالاونتيطاج، هنا لو كادريمو كاع بوات، وشوفوا لا فينيسو خاوتنا الله يبارك فينيسو مكمولة الله يبارك. البوك تاعها اللي درنا فيه 1.60 على 1.90 نروحو للبتي دوسي تاعها، البتي دوسي تاعها يخرج على سيف لاكادروب ولا كوافيس طاب دينوي سامبلي بون، ولو كادرمون تاعو كاع بوات. خاونا نزيدو نروحو لي طاب دينوي تاعو، طاب دينوي تاعها درنا فيها 2 تيروار لو كادرمون كاع بوات. هنا درنا لها قاعة زجاجية فنوار، وهنا لي تيروار خدمناهم بنايا تركية عليكم، هذي تجي 100 بواني خاوتنا. ولا فينيسيون وتشوف من برا تشوف من الداخل، هاليكم خاوتنا في 2 تيروار خاوتنا. ان شاء الله نقولكم
هذه الشومبر تكون نالت الاعجاب وديكم نعاودوكم للي تاعها للي تاعها اللي درنا في ام 60 على ام 90 من طاب ديوي طاب ديوي يخرج لك ب 260 نزيدو نروحو خاوتنا لاكواب تاعها لاكواب تاعها اللي خرجت سامبلي بون هاي لكم خاوتنا فيها طروا تيروار وتوجور هذايا تركيا لي كوتي تاعها مخدومه من ميتي بريهي داخل لا فينيسيون خاوتنا هاي لكم فينيسيون مكموله واحد زوج ثلاثه وتوجور هذايا تركيا لا فينيسيون خاوتنا هاي لكم تشوفوا على المباشر واش تشوف في لاكادرون ولا تشوف في ليلي ولا في لاطاب دوي ولا في لاكوافيز خدمه واحده نروحوا للمرايا تاعها المرايا تاعها كذا ومديه لاكادرون تاعها كاع بوات فينيسيون كذا ومديه شوفوا خاوتنا توجور قاعة زجاجية على سبيل طاب دوي يخرجوا كاع في النوار تخرجوا متلاصقه مع لاكادرون ولا مع لي طاب دوي ولا مع لاكادرون خدمه واحده خاوتنا خاوتنا واش نقول لكم ان شاء الله هذه شومبرا دامه تكون نالت الاعجاب كيما عودت لكم اساس ثقه دائما بجديد ولا فينيسيون ولا ما كاينش لا فينيسيون عن اساس ثقه ما درنا والو خاوتنا خاوتنا واش نقول لكم السعر تاعها عفوا السعر تاعها عن اساس ثقه توجور السعر يبقى هو هو هذه الشومبرا دامه اللي درنا لها السعر تاعها 16800 فيها النقل والتركيب على 58 ولايه خاوتنا خاوي خاوتي خواتاتي نزيدو نبروبوزي لكم لو بارك هذه حاجة معروفة عند أساس ثقة لو بارك يبقى توجور 3500 برك هذا لو بارك واش فيه؟ فيه سومي كوفري ماتلا دي ترونت بورت مونتو زوج مخيط مسند وبوف تاع عريش أوليتير تشري ب 6 مليون عند أساس ثقة تدي ب 3500 برك خاوتنا خاوتنا واش نقول لكم إن شاء الله نكونوا خفاف عليكم كيما عودت لكم أساس ثقة دائما بجديد وان شاء الله واش نقول لكم خاوتنا ما تنساوش المسابقه بمناسبه رمضان ان شاء الله كاينه هديه راح تهديها اساس ثقه ادخلوا لاشين تاعنا لليوتيوب ديروا اساس ثقه بالقليعه تشوفوا بزاف المفاجات في اساس ثقه خاوتنا زيد ناكد لكم على السعر تاعها درناه ب 16800 برك خاوتنا فيه النقل والتركيب على 58 ولايه خاوتي خواتاتي واش نقول لكم بعد الكلام سلام